بسبب انتشار فيروس كورونا بالعالم انتشار النار في الهشيم، وبسبب عدم وجود علاج فعال ضد هذا الفيروس، يكون من الحكمة معرفة الطرق الصحيحة لتقوية المناعة ضد الفيروسات حسب آخر الدراسات والبحوث العالمية، ويكون من الحكمة أيضا معرفة طرق الوقاية من هذا الفيروس، وهذه الطرق هي كالآتي. أولا، فيتامين دي. كريات الدم البيض هي المسؤول الرئيسي عن مناعة الإنسان، وبالأمراض المناعية مثل مرض داء السكري يزداد عمل هاي الخلايا وتهاجم الجسم نفسه، أما إذا قل عملها راح يؤدي إلى ضعف مناعة الجسم وبالتالي إلى الالتهابات البكتيرية والفيروسية. ولكون هاي الخلايا تحتوي على مستقبلات لفيتامين دي، فإن فيتامين دي ينظم عمل هاي الخلايا الدفاعية بحيث ما يكون قوي جدا أو ضعيف جدا، وإنما عند الحاجة حسب وجود الفيروس أو المهدد لمناعة الجسم. وفي بحث أجراه دكتور اسمه أدريان مارتينيو سنة 2017 شاف أنه اللي يتناول فيتامين دي يوميا أقل شيء 800 وحدة بصورة ثابتة وليست متقطعة كل أسبوع، تقل الالتهابات الرئوية عنده بنسبة 42%، وهو رقم رهيب وعالي جدا. ويعتبر الأطباء أن ازدياد معدل الإصابة بالإنفلونزا الفيروسية بالشتاء يعزو إلى نقص فيتامين دي بسبب قلة أشعة الشمس. لمصلحتك، اخذ حب فيتامين دي أكثر من 800 وحدة يوميا، أو تعرض لأشعة الشمس من 10 إلى 30 دقيقة يوميا حسب قوة الشمس وأوقات توفرها. فيتامين سي. من المعروف أن فيتامين دي يقلل مدة المرض عند المريض المصاب بالإنفلونزا، يقلل من معدل الأصابة بالأمراض التنفسية، ويقلل استعدادك للإصابة بالالتهابات الفيروسية، وأيضا يزود عدد كريات الدم البيضاء. كثر من تناولك للخضروات والفواكه حتى تحصل جرعة أكبر من فيتامين سي، أو أخذ حب جاهز يوميا من 75 إلى 120 ملغرام يوميا. فيتامين إي. فيتامين إي هو مضاد للأكسدة، ويساعدك على التخلص من المواد الكيميائية السامة اللي تتولد يوميا بالجسم الطبيعي، ويحافظ على ديمومة الجهاز المناعي. اخذ فيتامين إي يوميا 22.4 وحدة أو 15 ملغرام يوميا. التمرين بصورة معتدلة. دراسة أجراها عالم ألماني سنة 2005 على فئران تجارب، جاب مجموعة من الفئران نفس الفصيلة ونفس المواصفات وقسمها 3 جروبات. الجروب الأول يركض على الدولاب الخاص بالفار لمدة 30 دقيقة يوميا، الجروب الثاني يركض 2.5 ساعات يوميا، الجروب الثالث يبقى نايم ومرتاح وما يسوي أي شيء هم يوميا. بعدين حقن الفئران كلها بفيروس إنفلونزا قاتل، والنتائج كانت كالآتي: 50% من المجموعة المرتاحة ماتت، 70% من المجموعة اللي ركضت 2.5 ساعات باليوم ماتت، وهذا يفسر ازدياد معدل الأمراض التنفسية عند أدائي الماراثون إلى 6 أضعاف الشخص الطبيعي بعد كل ماراثون. أما المجموعة اللي ركضت 0.5 ساعة يوميا فقط 12% منها ماتت. لمصلحتك، تمرن يوميا 0.5 ساعة. النوم الكافي. النوم الكافي يزيد من عدد كريات الدم البيضاء اللي تسمى بالتي سيلز، والعكس أيضا الأرق يقللها. هاي الخلايا تنتج الأجسام المضادة اللي تسمى بالصواريخ المضادة للفيروسات، ولذلك النوم الكافي يقوي من مناعتك. تقليل الضغط النفسي. الضغط النفسي يزيد من إنتاج الكورتيزول بالجسم واللي بدوره يدمر المناعة، والدراسات أثبتت أن التأمل يقلل من مستوى الضغط النفسي وبالتالي يقوي المناعة. تعلم التأمل أو المديتيشن من اليوتيوب لمصلحتك ولا تستهين به. الاستحمام بماء بارد. دراسة أجراها جيرت بايجزة سنة 2015 على 3000 متطوع، قسموهم مجموعتين، قسم يستحم بصورة اعتيادية، وقسم يسبح يوميا بماء بارد لمدة 90 ثانية فقط، يعني 1.5 دقيقة. شافوا أنه المجموعة الثانية قلت أدهم نسبة الأمراض بالالتهابات البكتيرية أو الفيروسية بمعدل 29%. الطريف بالموضوع أنه الدوش البارد يشتغل مثل التدريب للخلايا المناعية، يعني الخلايا المناعية تستعد لمحاربة الماء البارد،
بالضبط كما تستعد لمحاربة الفيروس. ولهذا اعتبر الأطباء أنه الاستحمام بالماء البارد هو بمثابة حصة تدريبية يومية للمناعة، وهذا اللي يفسر انخفاض معدل الالتهابات عند المجموعة الثانية. تحسين نوعية الهواء وتجنب التدخين. مشكلة تلوث الهواء اللي تقلل من الخلايا البيضاء المنظمة regulatory T cells من الصعب علاجها حاليا بوجود السيارات والمعامل. أحسن شيء شافوه العلماء حتى تحسن مناعتك هو أما أن تشتري جهاز ينقي الهواء air purifier بالبيت، أو الحل الأمثل أن تشتري نباتات وتخليها داخل البيت مثل زنبق السلام أو نبتة العشق المتسلقة اللي تستخدمها ناسا لرواد الفضاء. أما التدخين فمعروفة مضارة وماكو داعي نحكي به، لأن اللي ما قانع ما يترك التدخين لو مهما تشرح له. الأكل الصحي. لا شك أن الأكل المنتظم للبروتينات والكربوهيدرات والدهون والفواكه والخضروات يعزز المناعة، بشرط تجنب الإفراط بتناول أي عنصر مثل الدهون واللحوم الحمراء والسكريات الصناعية والمشروبات الغازية. العكبر بروبوليس أو ما يسمى بصمغ النحل. مادة تسمى البروبيوتيك. البروبيوتيك أو المعينات الحيوية، أثبتت بعض الأبحاث أنه هاي المواد تزيد من عدد كريات الدم البيض، ومن ضمنها بحث أجراه بابلو كريستيانو سنة 2013، وتقدر تشتريها من الصيدليات. أيونات الفضة أو ما يسمى بالكولويدال سيلفر. مواد كثيرة أخرى تقوي المناعة مثل الزنك والسيلينيوم وزهرة القنفذية، أكينيزيا فلاور، البيتا كاروتين الموجود بالجزر والبوتيتا. كما ومن الضروري تجنب التجمعات البشرية في الوقت الراهن، وعليك أن تتعلم طريقة غسل اليدين بصورة صحيحة لمدة 20 ثانية كل مرة تطلع خارج البيت. وشكراً.